مرحبا بكم في فيديو اليوم الذي سنتناول فيه موضوعا شيقا وغامضا في ثقافات متعدده وهو موضوع الجن. الجن هم كائنات تثير الفضول والتساؤلات في نفوس البشر منذ زمن بعيد، هل هم حقيقيون؟ وكيف تم تفسير تلك التجارب المثيره التي يقوم بها بعض الافراد مع الجن؟ في هذا الفيديو سنبحر في عالم الجن لنفهم مفهومهم. وكيف تجسدوا في الثقافات والتقاليد المختلفه سنلقي نظره على القصص والتجارب التي تم مشاركتها عن التفاعل مع هذه الكائنات وكيف تم تفسيرها عبر العصور كما سنناقش ايضا النظريات العلميه المتعلقه بالجن ومحاولات تفسير هذه الظاهره بشكل منطقي وعلمي اذا كنتم مستعدين للغوص في عالم الجن واستكشاف اصولهم وتاثيرهم على الثقافه البشريه فلنبدا هذه الرحله المثيره سويا دعونا نبدا الان موضوعنا اليوم بعنوان حياه الجن واشكالهم كائنات الظلام بين الاسطوره والواقع الجن ليسوا مجرد ابداعات حديثه فقد ذكروا في النصوص القديمه مثل الانجيل والتوراه والقران في العصور الوسطى كان يعتقد ان الجن يمكنهم التسبب في الامراض والجنون وان الجن ليسوا مفهوما جديدا او خيالا حديثا انهم موجودون في التفكير البشري منذ فتره طويله وليسوا محصورين في ثقافه او دين واحد لقد تم ذكرهم في النصوص الدينيه للديانات السماويه مما يعزز من اهميتهم ويظهر ان الايمان بهم موجود عبر مختلف الثقافات والاديان في العصور الوسطى كان يعتقد ان الجن يمكنهم التسبب في الامراض والجنون هذا الجزء يلقي الضوء على كيفيه تطور مفهوم الجن عبر التاريخ في العصور الوسطى كان للجن دور في التفسيرات الشعبيه للامراض والاضطرابات العقليه وهذا يظهر كيف كان يعتمد على الجن كتفسير للامور التي لم يكن للناس وسيله لفهمها علميا في ذلك الوقت اجمالا الجمله تظهر ان الجن هم جزء من التراث الثقافي والديني للبشريه وليسوا مجرد خرافات او ابداعات حديثه وهي تبين ايضا كيف تغيرت النظرات تجاههم عبر الزمن وفي مختلف الثقافات كثيرا ما يسال الناس عن هيئه الجن وانواعهم وحياتهم وسنوضح في الدقائق التاليه ما هي الاجابه على هذا السؤال من وجهات نظر مختلفه عزيزنا المتابع هل تعلم كيف ذكر الجن في النصوص القديمه مثل التوراه والانجيل والقران في الاسلام يعتبر الجن كائنات مصنوعه من لهب النار ولديهم القدرة على اتخاذ أشكال مختلفة. يذكرون في عدة آيات قرآنية مثل الآية السابعة والعشرون من سورة الحجر: "والجان خلقناه من قبل من نار السموم". ويُعتقد أن الجن لديهم القدرة على التفاعل مع البشر، وأن لديهم حرية الإرادة مثل البشر. ومع ذلك، يُعتقد أيضًا أنهم مخضعون لله، وان لديهم مسؤوليات دينيه وكذلك للجن مجتمعاتهم واسرهم وانهم يمكنهم الزواج وانجاب الاطفال اما بالنسبه للايمان والكفر يعتقد ان الجن مثل البشر لديهم حريه الاراده لاعتناق الاسلام او رفضه العباده والمعاصي يعتقد ان الجن يمكنهم العباده والدعاء ولكنهم ايضا يمكنهم ارتكاب المعاصي ويُعتقد كذلك أن هناك عدة أنواع من الجن مثل العفريت والمارد، وكيف يحمي الإنسان نفسه من الجن؟ الأذكار. يُعتقد أن الأذكار والدعاء يمكنهما حماية الإنسان من الجن. مثل قول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، القرآن، قراءة القرآن، وخصوصا سور مثل الفاتحة، الإخلاص، الفلق، والناس. يعتقد انها تقدم حمايه من الجن الحياه الطيبه يعتقد ان العيش وفقا لتعاليم الاسلام يمكن ان يقدم حمايه طبيعيه من الجن الرقيه الشرعيه في حالات معينه يمكن استخدام الرقيه الشرعيه وهي عباره عن دعاء او ايات قرانيه لطرد الجن تجنب المواقف التي يعتقد ان الجن يفضلونها مثل الاماكن المظلمه او المنعزله ويفضل قول البسمله قبل دخول الحمامات اجمالا علماء الدين الاسلامي يقدمون نظره مفصله ومعقده حول الجن تعتبر جزءا من العقيده الاسلاميه تعتبر هذه الاراء مهمه لفهم كيف يمكن للانسان التفاعل مع هذه الكائنات الروحيه وكيف يمكنه حمايه نفسه منها أما في المسيحية في العهد الجديد، يعتقد أن الشياطين أو الأرواح الشريرة يمكنها امتلاك البشر، وهي مفهوم قريب من مفهوم الجن في الإسلام واليهودية في بعض التقاليد المسيحية. يعتقد أن هناك طرقا لطرد هذه الأرواح الشريرة، مثل الصلاة والصوم واستخدام المياه المقدسة. في اليهودية، يعتقد في وجود كائنات تشبه الجن تدعى شيديم أو روحوت. هؤلاء الكائنات ليست بالضرورة شريرة ولكن يفضل تجنبها الكابالا. في التقاليد اليهودية الغنوصية مثل الكابالا يعتقد أن هؤلاء الكائنات لهم دور في العالم الروحي وأن لديهم تأثير على البشر. أما عن الجن في الأديان الأخرى الوثنية والشعبية في الهندوسية يعتقد في وجود كائنات روحيه تشبه الجن تدعى ياكشا وراكشاسا هؤلاء الكائنات يمكن ان يكونوا جيدين او شريرين الدورما والبون في البوذيه يعتقد في وجود كائنات روحيه تدعى دورما في التقاليد التبتيه وهي تشبه الجن في بعض الخصائص في بعض الديانات الشعبيه والوثنيه يعتقد في وجود كائنات تشبه الجن تدعى عفاريت او جنيات يعتقد ان هؤلاء الكائنات خلقوا من عناصر الطبيعه مثل النار الهواء والماء اجمالا الجن يعتبرون جزءا من العقيده في معظم الاديان ولكن تفسيراتهم ودورهم يختلف من ديانه الى ديانه يُعتقد في الغالب أن لديهم القدرة على التفاعل مع العالم البشري، لكن الطريقة التي يفسر بها هذا التفاعل تعتمد على العقائد الدينية والثقافية لكل مجتمع، ولكن هل يعتقد أن الجن يمكنهم التسبب في الأمراض والجنون من منظور الديانات المختلفة السماوية وغير السماوية؟ في الإسلام، في بعض التقاليد، يعتقد ان الجن يمكنهم التسبب في الامراض النفسيه وحتى الجسديه ولكن يفضل في الاسلام البحث عن تفسيرات علميه قبل اللجوء الى العلاجات الروحيه وفي المسيحيه واليهوديه في العصور الوسطى كانت طقوس الطرد الشيطاني شائعه لعلاج الامراض النفسيه ولكن هذا الاعتقاد قد تغير مع الزمن في بعض الثقافات الشرقيه كالهندوسية والبوذية، يعتقد أن هذه الكائنات يمكنها التأثير على الصحة النفسية والجسدية للإنسان. إجمالاً الجملة تظهر أن الجن ليسوا مفهوماً جديداً، وأنهم موجودون في مختلف الثقافات والأديان. كما تظهر الجملة كيف كان يعتقد تاريخياً أن الجن يمكنهم التسبب في الأمراض والجنون، وإن كان هذا الاعتقاد قد تغير في العصر الحديث. بفضل التقدم العلمي ولكن هل تم تقديم نظريات علميه او تجارب شخصيه مع الجن وما هي التفسيرات الشخصيه عن تلك التجارب بالطبع هناك نظريات علميه تقدم تفسيرات لتجارب الافراد مع الجن والاشباح تستند الى العلوم النفسيه والفسيولوجيه اليك بعض النظريات العلميه التي يمكن ان توضح تلك التجارب الهلوسات يعتقد ان بعض التجارب مع الجن والاشباح يمكن تفسيرها على انها هلوسات الهلوسات هي تجارب وهميه يمكن ان تظهر بسبب اضطرابات في العقل او الجهاز العصبي يمكن ان تتضمن هذه الهلوسات رؤيه وسماع اشياء غير حقيقيه تاثيرات الاجهاد والقلق يمكن ان تكون بعض التجارب مع الجن نتيجه للاجهاد والقلق الشديد يمكن أن يؤدي التوتر النفسي والعاطفي إلى تجارب وهمية تشمل رؤية أشباح أو سماع أصوات غير مفسرة. التأثيرات النفسية للثقافة والإيمان الديني قد يؤثر الإيمان الديني والثقافة على الطريقة التي يرون بها الأفراد تلك التجارب. يمكن أن يزيد الاعتقاد بوجود الجن من احتمالية تجربتهم لمثل هذه الأمور. التاثيرات البيئيه والتغييرات الجسديه يمكن ان تكون بعض التجارب مرتبطه بالبيئه المحيطه والتغيرات الجسديه مثل التعب او نقص النوم هذه التغيرات يمكن ان تؤدي الى تجارب وهميه التاثيرات الكيميائيه بعض المواد الكيميائيه مثل المخدرات قد تسبب تجارب وهميه وتاثيرات نفسيه تشبه تجارب مع الجن يجدر بالذكر ان هذه النظريات العلميه ليست دائما قائمه بذات الطريقه لجميع الحالات وانه يمكن ان تكون تجارب الافراد مع الجن نتيجه لعوامل متعدده قد تشمل العوامل النفسيه والبيئيه والثقافيه تلك النظريات العلميه تساعد في تفسير بعض التجارب الغريبه والغير مفهومه وتلقي الضوء على العوامل التي قد تكون وراءها بعض المقالات قد تقدم نصائح حول كيفيه التعامل مع هذه التجارب وقد تحذر من الاعتماد الزائد على التفسيرات الخرافيه بعضها يفضل اخذه بحذر بعض هذه التقارير قد يكون لها تاثير نفسي على القراء خاصه اذا كانت تروج للخوف او الهلع لكنه يقدم نظره على كيفيه تفسير الناس لهذه التجارب وهذه التقارير تقدم نظره ثاقبه على كيف يفسر الناس في مختلف الثقافات والديانات تجاربهم مع الجن اما عن التجارب الشخصيه فان بعض المدونات والمقالات قد تركز على تجارب الافراد الشخصيه مع الجن مثل رؤيه ظواهر غريبه او سماع اصوات لا يمكن تفسيرها وقد تم رصد بعض تلك التجارب في بلدان مختلفه تتحدث عن تجربه التجول في منزل مسكون قامت احدى الاشخاص بمشاركه تجربتها في زياره منزل قديم يعتقد انه مسكون تحدثت عن سماعها لاصوات غريبه ورؤيه ظلال غير مفسره خلال زيارتها للمكان الرؤى والاحلام الغريبه كتب احد الكتاب عن تجربته في رؤيه احلام غريبه وواقعيه تشمل تفاصيل محدده حول امور في حياته اعتقد الكاتب انها رسائل من عالم اخر التجربه المرعبه في الغابه تحدث احد المغامرين عن رحلته الى غابه نائيه حيث شعر بوجود كائنات غريبه وسمع اصوات غامضه تحيط به ولم يستطع تفسيرها التفاعل مع الاشباح في منزل مهجور قام أحد الأشخاص بالتصوير داخل منزل مهجور وتفاعل مع أصوات وأشباح مزعومين أثناء زيارته، وقام بمشاركة تلك التجربة في مقال مقابلةً مع شخص ادعى أنه تواصل مع الجن. تم نشر مقابلة مع شخص يزعم أنه قام بجلسات تواصل مع الجن، وقد شارك تفاصيل حول تجاربه والأشياء التي تعلمها من هذه التجارب في العديد من الثقافات تعتبر التجارب مع الجن والاشباح جزءا من الاعتقادات الشعبيه، ويمكن ان يتم تفسير هذه التجارب على انها تفاعل مع العوالم الروحيه او الكائنات الغامضه التي تعيش في الظلام، وفي الاساطير والقصص الشعبيه تمتلك العديد من الثقافات قصصا تروي تجارب مماثله وتقديم تفسيرات لها يمكن ان تتضمن هذه القصص شخصيات خياليه مثل الجن والارواح التي تتفاعل مع البشر الطقوس الدينيه في بعض الثقافات يعتقد ان تجارب التواصل مع الجن تكون جزءا من الطقوس الدينيه ويمكن ان يتم التفسير بان هذه التجارب تمثل اتصالا مع العوالم الروحيه او القوى الخارقه الثقافه الشامانيه في بعض الثقافات الشامانيه يعتبر الشامانون تواصله مع الجن والاشباح جزءا من دوره الروحي والشفائي ونود ان نوضح ان الثقافه الشامانيه هي نوع من الثقافات الروحيه التي تشمل ممارسات واعتقادات تعتمد على الشامان كوسيط بين العوالم الروحيه والعالم الواقعي تتواجد هذه الثقافه في مجموعه متنوعه من المجتمعات والثقافات حول العالم ولها تشابه واختلاف بين هذه المجتمعات اليك بعض السمات الرئيسيه للثقافه الشامانيه الشامان هو الشخص المتخصص في التواصل مع العوالم الروحيه والارواح يعتقد ان الشامان يستطيع السفر الى عوالم الروح او العالم الاخر من خلال ممارساته الروحيه مثل الرقص والغناء واستخدام الادوات الروحيه تعتبر الثقافه الشامانيه التواصل مع الارواح والكائنات الروحيه جزءا مهما من الحياه الروحيه يمكن للشامان التواصل مع الارواح لاغراض متنوعه مثل الشفاء والنصائح وحل المشكلات. يتم التعبير عن الثقافة الشامانية من خلال الاحتفالات والطقوس الروحية. تشمل هذه الطقوس الرقص والغناء واستخدام الأدوات الروحية مثل الطبول والأعشاب الطبية. يعتبر الشامان قادراً على الشفاء الروحي والجسدي. يمكنه استخدام قواه الروحية لعلاج الأمراض والإرشاد الروحي للأفراد ولكن ماذا عن التفسيرات الاجتماعيه كالاسطوره والخرافه في بعض الثقافات الجن يعتبرون جزءا من التراث والاساطير وهذا يسهم في تفسير الظواهر الغير مفهومه في هذه الثقافات وكذلك الدين والمعتقدات الدين يلعب دورا كبيرا في تفسير تجارب الجن في بعض الحالات يمكن ان يستخدم الايمان بالجن لتفسير الامور التي لا يمكن تفسيرها علميا في ذلك الوقت اجمالا العلماء في مجالات مثل علم النفس وعلم الاجتماع يقدمون تفسيرات متعدده لتجارب الجن وهذه التفسيرات تبين كيف يمكن ان تكون هذه التجارب نتيجه لعوامل نفسيه او اجتماعيه او حتى بيولوجيه بدلا من ان تكون نتيجه للتفاعل مع كائنات خارقه للطبيعه يتبادر إلى ذهني سؤال هام هنا: لماذا يخاف الإنسان من الجن؟ وأخيراً يتبادر إلى ذهني سؤال هام هنا: لماذا يخاف الإنسان من الجن؟ يخاف الإنسان من الجن لأسباب عديدة منها: الخوف من المجهول، الجن يعتبرون جزءاً من عالم الغيب، وعادة ما يثير المجهول الخوف والقلق، التأثير السلبي. يعتقد في بعض الثقافات ان الجن يمكنهم التاثير على البشر بطرق سلبيه مثل الامتلاك الروحي او التسبب في الامراض القصص والاساطير حول الجن والسحره تعزز من الخوف والقلق حول هذه الكائنات ولكن كيف استخدم السحره الجن في الاسلام يعتقد ان بعض السحره يمكنهم استخدام الجن لاغراض سلبيه مثل السحر والشعوذه وفي المسيحيه في بعض التقاليد يعتقد ان السحره يمكنهم التحالف مع الشياطين لاغراض شريره وفي الديانات الوثنيه في بعض الثقافات الشعبيه يعتقد ان السحره يمكنهم التحالف مع كائنات مثل العفاريت لاغراض مختلفه ولكن كيف واجه الانسان السحره الذين استعانوا بالجن الاسلام يعتقد ان القران والدعاء يمكنهما حمايه الانسان من تاثيرات السحره والجن المسيحيه الصلاه واستخدام المياه المقدسه والطرد الشيطاني هي بعض الطرق التي يمكن للمسيحيين استخدامها لمواجهه السحره والشياطين اليهوديه يمكن استخدام التعويذات والصلوات لحمايه النفس من تاثيرات الشيديم والسحره الديانات الشرقيه والوثنيه في بعض الثقافات يمكن استخدام الامور مثل الطلاسم والتعويذات لحمايه النفس من السحره والكائنات الروحيه اجمالا الانسان يعتبر ان لديه القدره على مواجهه السحره والجن من خلال مجموعه متنوعه من الطرق التي تعتمد على العقائد الدينيه والثقافيه هذه الطرق تعتبر جزءا من التراث الروحي والثقافي لكل مجتمع وتظهر كيف يمكن للايمان والعقيده ان يوفران للناس وسائل لمواجهه القوى التي يعتبرونها خارجه عن نطاق الفهم البشري. وهكذا نكون قد وصلنا لنهايه موضوعنا اليوم رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو لتشجيعنا لتقديم المزيد مقترحاتكم تهمنا وشكرا جزيلا لكم.